بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك سعيد بالصحة والعافية والأجر العظيم. فد الفقرة فقرة سيتاسون سلابة، سنرى بعض المقتطفات المتعلقة بهذا الشهر الكريم. إذن أول مقتطف كما نرى 30 جور رمضان بلس 6 جور شوال إيغال أن نو دو جون. 30 جور رمضان المقصود به هنا 30 jours de jeûne pendant le ramadan plus 6 jours de jeûne pendant le mois de Shawwal égale ou bien vaut un an de jeûne. يعني أن تساوي سنة من الصيام. Le jeûne المقصود به الصيام. ومن فعل jeûner ومن فعل jeûner يعني فعل صام. Le jeûne يعني نتكلم على privation d'aliments. نتكلم على privation d'aliments يعني الامتناع عني الطعام. كما نرى في الحديث أسفله كيكونك أيما شخصين جون سيلوفر جوني يعني أيما شخصين يصوم لموا دو رمضان يصوم شهر رمضان أوكال الذي له أوكال الذي له إلفي سويف يفعل إتباع كما نقول المقصود بأنه يتبع سيجور دو شوال ستة أيام من شوال سيقام إنه مثل المقصود كما لو. إذن هو كما لو، إذن عندما يقوم بهذا الفعل فكما لو قام بفعل آخر. إذن سيقام سيل أفي جوني توتلاني، سيقام سيل أفي جوني توتلاني. إذن كما لو أنه صام كل السنة. طبعا تنشوفوا عندنا هنا سيل أفي جوني، طبعا عندنا لو بلوس كو بارفي ديال لو فيرب لفعل جني. إذن كيكونك جون لو موا دو رمضان اوكال إل في سويف سيجور دو شوال سي كوم سي لافي جوني توت لاني. كيكونك جون لو موا دو رمضان اوكال إل في سويف سيجور دو شوال سي كوم سي لافي جوني توت لاني. ثم في المقتطف الثاني كما نرى لو بوت دو رمضان اي دو سو بريفي. إذن عندنا لو فيرب سو بريفي، إذن أن تجعل نفسك تمتنع. عندنا لو فيرب بريفي يعني أنك أنت تمنع عن شخص آخر أو تحرم عنه شيئا. إذن هنا عندنا سو بريفي يعني أن الإنسان يمنع نفسه دي شوز ماتيريال. إذن نتكلم هنا عن هدف رمضان لو بيت دو رمضان اي دو سو بريفي، هو أن يمتنع الإنسان دي شوز ماتيريال عن الأشياء المادية الملموسة التي نراها مثلا بما فيها الطعام. pour mieux se tourner عندنا لو فيرب سو تورني يعني استدار او التفت. pour mieux se tourner ليلتفت الانسان بمعنى اخر بشكل جيد. ميو يعني احسن، سو تورني يعني يلتفت، ليلتفت بشكل احسن. vers le sens spirituel نحو المعنى، طبعا لو سونس المقصود بالمعنى معنى الكلمه مثلا او معنى الجمله، أو أيضا المقصود بالإحساس. نتكلم عن لي سانك سونس، نتكلم مثلا عن الحواس الخمس لي سانك سونس مثلا. إذا نتكلم عن الإحساس بمعنى آخر. أيضا لو سونس ممكن أنه يعني المنحة، نتكلم عن الطريق أنها تمثل منحيين، هناك أشخاص يمرون من اليمين إلى اليسار وهناك سيارات مثلا يمرون من اليسار إلى اليمين. إذا نتكلم عن هاد لي سونس. إذا لوسونس ممكن أنه يعني المنحة بما نصطلح عنه نحن بالاتجاه. في الحقيقة الاتجاه يتضمن منحيين. الاتجاه يعني أنه تمثل واحد الطريق، وممكن أن تكون هناك عدة اتجاهات، وفي كل اتجاه يتضمن منحيين. الذي يهمنا هنا أن هدف رمضان بمنع الإنسان عن الأشياء المادية، الهدف هو أن يلتفت الإنسان ويركز على المعاني الروحية. إذن pour mieux se tourner vers le sens spirituel، إذن حتى يستدير بشكل جيد وبشكل أحسن vers le sens spirituel نحو المعنى الروحي de l'existence للوجود. نتكلم على le verbe exister، نقول مثلا il existe combien de pays dans le monde، il existe combien de pays dans le monde. إذن هو يوجد كم من بلد في العالم، المقصود كم يوجد من بلد في العالم. إذن هنا
il existe, يعني هو يوجد. Combien de pays dans le monde؟ إذن هو يوجد كم من بلد في العالم؟ إذن نتكلم عن الverb existe، يعني تواجد. L'existence كمال ونتكلم عن الوجود. إذن le but du Ramadan est de se priver des choses matérielles pour mieux se tourner vers le sens spirituel de l'existence. إذن هدف رمضان من منعنا من الأشياء المادية هو حتى نلتفت للمعاني الروحية لهذا الوجود. ثم في المقتطف الموالي les horaires du mois de Ramadan changent chaque année afin que le musulman exprime sa foi en toute saison à toutes les heures de la vie que Dieu lui donne à vivre. إذن les horaires المقصود به هي الأوقات. نتكلم مثلا عن أوقات العمل، نقول مثلا les horaires de prière، les horaires de prière يعني أوقات الصلاة. أو نتكلم مثلا عن les horaires de train يعني أوقات مرور القطار. إذا نتكلم عن les horaires. أيضا بالنسبة لرمضان نتكلم عن les horaires يعني أن الصوم يبتدئ من كذا إلى وقت كذا. إذا نتكلم عن les horaires. إذا هاد les horaires du mois de Ramadan change chaque année يعني أنها تختلف كل سنة، يعني لن تجد أيام رمضان من سنة لأخرى لها نفس التوقيت. إذا les horaires du mois de Ramadan change chaque année. إذا أيام وليالي رمضان من سنة لأخرى تختلف أوقاتها. Afin que حتى أن أو من أجل أن le musulman exprime يعني المسلم يعبر sa foi يعني إيمانه، la foi يعني الإيمان أو الاعتقاد إلى آخره، en toute saison. هذا الإيمان المقصود به هنا العبادة، الإنسان يؤدي عبادة لأنه يؤمن بها. إذن les horaires du mois de Ramadan change chaque année، أوقات شهر رمضان تختلف كل سنة. Afin que من أجل أن le musulman exprime المسلم يعبر، إذا المقصود حتى يعبر المسلم sa foi يعبر عن عبادته أو يعبر عن إيمانه. En toute saison في كل الفصول، إذا ممكن أن شهر رمضان يأتي في الصيف وبعد سنوات يأتي في الشتاء وبعد سنوات يأتي في الربيع وبعد سنوات يأتي في الخريف. إذا طبعا رمضان يتجول يمر عبر كل السنة، المقصود السنة الميلادية لوجود فارق زمني بين السنة الميلادية والسنة الهجرية يقدر تقريبا ب11 يوما. إذا في كل سنة رمضان يتقدم ب11 يوما. إذا les horaires du mois de Ramadan changent chaque année afin que le musulman exprime sa foi en toute saison. إذا أوقات رمضان تتغير من سنة لأخرى حتى يعبر المسلم عن عبادته أو عن إيمانه en toute saison في كل الفصول à toutes les heures وفي كل الساعات المقصود وفي كل الأوقات دو لا في للحياة. إذن حتى يعبر عن نفسه أيضا في كل أوقات الحياة que Dieu lui donne à vivre التي أعطاه الله ليعيشها. نتكلم عن الحياة التي أعطاه الله ليعيشها. ثم في الحديث الآخر كما نرى quiconque accomplit la prière nocturne pendant le Ramadan avec une foi sincère et en toute pureté d'intention se verra pardonner ses fautes antérieures. Mahomet, المقصود محمد صلى الله عليه وسلم. إذن quiconque accomplit la prière، إذن أيما شخص accompli، عندنا لو فيرب accomplir يعني أتم، la prière يعني الصلاة. إذن أيما شخص أتم الصلاة nocturne، نتكلم مثلا عن لانوي، لانوي يعني الليل. إذن لانوي المقصود به الليل. إذن nocturne يعني ليلي. إذا نتكلم عن la prière nocturne، نتكلم عن الصلاة الليلية. إذا المقصود القيام. إذا أيما شخص أتم الصلاة الليلية pendant le Ramadan أثناء رمضان avec une foi sincère يعني بإيمان صادق، كما نقول باعتقاد صادق، et en toute pureté وبكل نقاوة وصفاء، نتكلم عن شيء نقول عنه بأنه pure، لو بيور الماء الصافي، لو بيور الماء الصافي.
إذا لا بيغتي المقصود بها الصفاء والنقاء. إذا اون توت بيغتي يعني بكل صفاء دانتونسيون. إذا وبكل صفاء، وبكل صفاء نية، وبكل صفاء نية، يعني أن يكون الإنسان له نية خالصة بمعنى آخر. إذا افيك اون فوا سانسير، إذا بإيمان صادق، اي اون توت بيغتي دانتونسيون، وبكل نقاوة نية، المقصود وبصفاء نية وبنيات صادقة. سوفيغا باردوني، هنا عندنا لو فيغ سوفواغ ماشي فواغ. فواغ المقصود بأنك ترى، هنا سوفيغا، هنا عندنا سوفواغ يعني أن الإنسان يرى نفسه. إذا سوفيغا هنا عندنا سوفواغ، عندنا في الفيتور، مصرف في الفيتور يعني في المستقبل، المقصود بأنه سيرى نفسه. إذا سوفيغا باردوني يعني أنه سيرى نفسه. باردوني، باردوني كما نقول مسموح له أو مغفورا له. باردوني كلك يعني أنك تسامح شخصا. إذا سوفيغا باردوني يعني أنه سيرى نفسه مغفورا له. مغفورا له ماذا؟ سي فوت أونتيريور، مغفورا له خطاياه السابقة. سي فوت أونتيريور يعني خطاياه السابقة. سوفيغا باردوني سي فوت أونتيريور يعني أنه يرى نفسه مسموحا له مغفورا له. سي فوت أونتيريور يعني خطاياه السابقة. نتكلم على الأخطاء، لا فوت المقصود بها الخطأ، سي فوت المقصود بها خطاياه، أونتيريور السابقة. إذا كيكونك كومبلي لا بخيار نوكتيون بوندون لو رمضان افيك اون فوا سانسير اي اون توت بيورتي دانتونسيون سو فيغا باردوني سي فوت أونتيريور. ثم دي لاريفي دو رمضان، بمجرد وصول رمضان، طبعا نتكلم عن لاغيفي يعني الوصول، ومن فعل اغيفي فعل وصل، دي لاغيفي دو رمضان، دي لاغيفي دو رمضان، كما نقول منذ وصول رمضان، المقصود به هنا بمجرد وصول رمضان لا بورت دو بارادي سوف، لا بورت دو بارادي سوف، يعني ان ابواب الجنه تفتح. لو بارادي المقصود به الجنه، لي بورت دو بارادي ابواب الجنه سوفر يعني انها تفتح. سيل دو لانفير التي للنار، المقصود بها هنا ابواب النار. اذا حتى لا نعيد كلمه ابواب عوضنا بسيل، سيل دو لانفير التي للنار، والتي للنار سوفيرم يعني انها تغلق، سوفيرم يعني انها تغلق، كما لو انها تغلق لنفسها. كما نلاحظ عندنا لو فيغ سوفيرمي، ايضا عندنا قبله لو فيرب سوفغيغ، أيضا عندنا قبله لو فيرب سوفغيغ، فعل انفتح، فعل انفتح. إذا سيل دو لونفير سو فيرم إي لي ديابل سون أنشيني، والشياطين سون أنشيني يعني أنها تسلسل. إي لي ديابل سون أنشيني، والشياطين أنها تسلسل، المقصود بأنها تربط بالسلاسل حتى تمنع من الحركة. دي لاغيفي دو رمضان لي بورت دي بارادي سوفر، سال دو لانفير سو فيرم اي لي ديابل سون انشيني. ثم في المقتطف الموالي، في الحقيقة هي ترجمة للآية القرآنية الكريمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا مثلا هاد الآية الكريمة كما نرى ترجمتها، إذا فلنرى ترجمتها مثلا، موا دو رمضان او كور دوكال في كومونسي لا ديسونت دي كوران، شهر رمضان او كور دوكال الذي فيه، او كور كما نقول اثناء، او كور يعني اثناء، اثناء فيه كما نقول، او كور دوكال كما نقول الذي اثناءه، في كومونسي يعني بدا، عندنا هنا لو فيرب كومونسي يعني بدا، عندنا في الايه انزل فيه القران، هنا عندنا في كومونسي يعني أن بدأ لا ديسونت، بدأ نزول دي كوران، بدأ نزول القرآن. طبعا عند الحديث عن نزول القرآن فإننا نتحدث عن نوعين من النزول، هناك نوع متعلق بنزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر حسب الاعتقاد السائد عند المسلمين، وكما تشير الآية الكريمة إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن هنا نتحدث عن نزول القرآن من اللوح المحفوظ
إلى سماء الدنيا. لكن بعد هذا النزول بدأ ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة من الوقت. هنا كما نلاحظ بأن الترجمة المفهوم للنزول هنا المترجم لهذه الآية هنا أنه فاهم النزول الثاني، لذلك قال هنا au cours duquel fut commencé la descente du Coran الذي فيه بدأ نزول القرآن. إذن هنا يتحدث عن النزول الثاني، وهذا تقريبا ليس صحيحا لأن القرآن يقول إن أنزلناه، إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أن القرآن كله نزل في هذا الشهر، المقصود أنه نزل ليلة القدر. إذن على كل حال mois de Ramadan au cours duquel شهر رمضان الذي فيه في commencé يعني أنه بدأ la descente du Coran بدأ نزول القرآن. طبعا descente المقصود بالنزول ومنها فعل descendre ومنها فعل نزل comme guide. إذن كدليل comme guide كدليل نتكلم عن الشخص الذي يدل الناس على الطريق أو على أي شيء لا يعرفونه. إذن comme guide إذن كدليل pour les hommes للناس، طبعا هنا للرجال، ولكن les hommes أحيانا نقصد بها الناس عامة نساء ورجالا. épreuve ودليل épreuve de la bonne direction ودليل للوجهة الصحيحة للوجهة الجيدة. إذا نتكلم عن la bonne direction، إذا نتكلم عن الوجهة الصحيحة والجيدة إلى آخره. اي دو ديسيرنمون، طبعا نتكلم على لو فيرب ديسيرني مثلا سي ريكونيتر ديستينكتومون، نقول عن شيء بانه ديستا، نقول عن شيء ديستا ستادير كلير ني سيباري. اذا نتكلم عن شيء بانه واضح جلي سيباري يعني انه منفصل لوحده وواضح. اذا نتكلم عن ديستا في المؤنث نقول distinct يعني أنها واضحة وجلية. هنا فعل discern المقصود بها reconnaître distinctement يعني أنك تعرف بوضوح، أنك تفرق وتميز بشكل واضح. إذن هذا هو المقصود بفعل discern. أما فيما يخص كلمة le discernement كما عندنا المقصود بها faculté de juger sainement يعني القدرة على الحكم الاستنباط بمعنى آخر بشكل صحيح سانمو يعني بشكل صحيح. فاكولتي يعني القدرة دو جوجي يعني أنك تحكم، المقصود أنك تميز سانمو بشكل صحيح. إذا نتكلم عن لوبيراسيون بمعنى آخر دو ليسبري كي ديستينغ لي شوز، إذا نتكلم عن لوبيراسيون دو ليسبري كي ديستينغ لي شوز، عملية العقل كي ديستينغ الذي يميز لي شوز الأشياء. إذا نتكلم عن قدرة التمييز أو عن عملية التمييز بمعنى آخر أو الإدراك. إذا هذه نسميها لو ديسيرنومون. إذا القرآن هنا كوم جيد بور لي زوم إبخوف، إذا هو كدليل للناس إبخوف دو لا بون ديريكسيون، وهو دليل على الوجهة الصحيحة بأن طريقك على الصحيح. أدو ديسيرنومون وهو أيضا دليل على التمييز والإدراك الجيد، وهو أيضا دليل على الإدراك الصحيح والجيد. إذن عندما توافق أعمالك وعندما توافق وجهتك وعندما يوافق تمييزك ما يحكي القرآن، إذن فأنت على الصحيح، إذن فأنت على الطريق الصواب بمعنى آخر. إذن كما قلنا الآن mois de Ramadan au cours duquel fut commencée la descente du Coran comme guide pour les hommes épreuve de la bonne direction et du discernement. ثم في المقتطف الموالي si les serviteurs connaissaient la valeur du mois de Ramadan ils souhaitent que l'année entière fût Ramadan. Si les serviteurs serviteur المقصود به خادم وآجر. إذن نتكلم عن الخادم الذي يخدم عند شخص آخر يسمى serviteur. طبعا لي سيرفيتور الخدام، هنا نتحدث عن خدام من نوع آخر، نتكلم عن المؤمنين الذين يخدمون كما نقول عند الله بمعنى آخر. سي لي سيرفيتور كونيسي، لو أن المؤمنين كانوا يعرفون
la valeur du mois de Ramadan قيمة شهر رمضان il souhaiterait يعني أنهم سيتمنون كل عام entière سيتمنون بأن السنة كلها يتمنون كل السنة في رمضان تكون رمضان يتمنون بأن تكون السنة كلها رمضان si les serviteurs connaissaient la valeur du mois de Ramadan ils souhaiteraient que l'année entière في رمضان إذا عندنا في رمضان هذا لو فيرب اتر او باسي سامبل هذا لو فيرب اتر او باسي سامبل كما نقول كل اني اونتيير سوا رمضان كما نقول سوا رمضان بان يكون رمضان اذا عندنا لو فيرب اتر هنا الذي يعني تقريبا كان اذا سي لي سيرفيتور كونيسي لا فالور دي مو دو رمضان ايل سويتري كل اني اونتيير في رمضان اذا لو ان الخدام المقصود المؤمنين كونيس يعني أنهم يعرفون قيمة رمضان إذا لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان ثم في الحديث الموالي المترجم toutes les fautes passées sont pardonnées à celui qui passe la nuit du destin en veillée pieuse avec foi et espoir de récompense إذا كما نلاحظ بأن هذه الترجمة تقريبا مقربة للحديث الشريف من قام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هنا عندنا toutes les fautes passées كل الخطايا الماضية المقصود ما تقدم من ذنب sont pardonnées يعني أنها مسموحة المقصود أنها مغفورة à celui qui passe la nuit إذن كما نلاحظ بأن العبارة قلبت إذن toutes les fautes passées sont pardonnées à celui qui passe la nuit du destin en veillée toutes les fautes passées كل الخطايا الماضية يعني ما تقدم من الذنب sont pardonnées يعني أن مسموح المقصود أن غفرت à celui qui passe la nuit للذي يمضي الليلة طبعا عندما نقول أن الإنسان يقوم الليل طبعا أنه يبقى مستيقظا à celui qui passe la nuit للذي يمضي الليلة دي ديستان للقدر طبعا تنشوفوا الدي كبيرة علاش لأننا تنعني بها قدر آخر نتكلم عن ليلة القدر نتكلم عن لانوي دي ديستان ليلة القدر طبعا تنعرفوا بأن القدر يعني له معنى نتكلم عن القضاء والقدر إذا نتكلم عن لو ديستان كما نتكلم في هذه الحالة عن المصير كل شخص وقدره مثلا إذا نتكلم عن كل شخص ومصيره طبعا في اللغة العربية ممكن أن القدر يأتي من التقدير يعني من قدر تقديرا طبعا ليلة القدر هي تقال هكذا إذن هناك عدة معاني لهذه الكلمة لكنها أخذت بشكل مقرب بمعنى القدر لوديستا يعني المصير على كل حال أسلوي كي باس لانوي دي ديستا أنفيي للذي يمضي ليلة القدر أنفيي مستيقظا نتكلم عن لوفير فيي يعني أنك تبقى مستيقظا إلى جانب مريض مثلا في الليل إذا نتكلم عن لوفير فيي هنا أون فيي هنا عندنا اسم للذي يمضي ليلة القدر أون فيي يعني مستيقظا بمعنى آخر كي باس لا نوي دو ديستان أون فيي بيوز الذي يمضي ليلة القدر أون فيي بيوز كما نقول في سهرة تقية في سهرة تقية لأن كلمة فيي كما قلنا يعني أنك تسهر ممكن أنك تسهر إلى جانب مريض أو أن تعني الوقت الممتد من المساء إلى وقت النوم هذه الكلمة أيضا تعني الوقت الممتد من المساء إلى وقت النوم إذن كما نتكلم عن السهر كلمة فيي أن تعني أن تبقى مستيقظا فقط لكن نريد أن نعطيها معنى القيام طبعا القيام لا يكون فقط للاستيقاظ فقط هو يكون للعبادة لذلك أضيفت لها كلمة بيوز نقول عن شخصين بأنه بيو يعني أنه وارع وتقي بالنسبة للمؤنث نقول بيوز يعني أنها تقية ووارعة إذا نتكلم هنا عن هذه الليلة كما نقول بأنها تقية ووارعة المقصود بها القيام
La nuit du destin envahie pieuse. ليلة القدر envahie يعني في سهرة pieuse يعني أنها تاقية وورعة. إذا نتكلم عن إمضاء هاد الليلة في سهرة وارعة كما نقول في سهرة تاقية المقصود في قيام. avec foi يعني بإيمان مع إيمان espoir وأمل نتكلم على الverb espérer يعني فعل أمل يعني أنك تأمل شيئا أنك تتمنى شيئا أمل ماذا؟ دو ريكومبونس وأمل في الجزاء وأمل في التعويض أو أمل في المكافأة. إذا الإنسان الذي يمضي ليلته نتكلم عن ليلة القدر بشكل تاقي وورع المقصود أنه يقوم الليل avec foi يعني بإيمان يعني نتكلم عن إيمانا واحتسابا احتسابا يعني أنك تطمع في المكافأة. إذا نتكلم هنا عن espoir de récompense. إذا كمان نتكلم عن أمل في ماذا؟ في المكافأة. إذا الإنسان عندما يقوم الليل طبعا هو يطمع في هذه الأمور. إذا toutes les fautes passées sont pardonnées à celui qui passe la nuit du destin envoyé pieuse avec foi et espoir de récompense. إذا كل أخطاء الماضية أنها تغفر للذي يمضي الليل ساهرا إذا أخذنا المعنى الحرفي للذي يمضي ليلة القدر في سهرة وارعة avec foi بإيمان espoir de récompense وفي أمل للمكافأة. إذا كل شخص يمضي ليلة القدر بهذا الشكل إذا طبعا تغفر خطاياه. نكتفي بهذا القدر، نستأنف في الحلقات القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم ورمضان مبارك سعيد على الجميع.